وقد نقلت محطة NBC الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين إن اتصالات رُصدت بين زعماء تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة شمال سوريا وأشخاص في شبه جزيرة سيناء تضمنت مباهاتا بإسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء ومقتل جميع ركابها قبل أسبوع. لم تعد كارثة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء يوم السبت الماضي مجرد حادثة طيران عادية، إذ ما زالت التحليلات متضاربة بشأن سقوط الطائرة، حيث دعت كل من مصر وروسيا إلى عدم استباق نتائج التحقيق، وشددتا على أن فرضية العمل الإرهابي مجرد تخمينات وتكهنات، في حين خلصت كل من بريطانيا والولايات المتحدة إلى أن الطائرة المنكوبة سقطت بفعل انفجار قنبلة كانت على متنها. بالنسبة لمصر فإن النتيجة الأولى لسقوط الطائرة على أراضيها تتمثل في التأثير السلبي على قطاع السياحة، وذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية عن تعليق الرحلات بين لندن وشرم الشيخ وبدء إجراءات سريعة لإعادة 20,000 سائح من المنتجع المصري إلى بلادهم، كما علقت روسيا وتركيا الرحلات إلى مصر. ولكن الأثر الاقتصادي ليس الوحيد الذي يثير قلق السلطات المصرية، فمع تقدم فرضية العمل الإرهابي يصبح الأثر الأمني أكبر، كون نجاح مجموعة معادية في تجاوز الحواجز الأمنية في مطار شرم الشيخ لتفخيخ الطائرة ستكون له عواقب أمنية وخيمة.